ويبان على الرامبل مثل ما شفنا سنيو في رامبل يعني قوي جدا، ومرة أخرى يسوون بان حق رامبل وهكرم مع بعض. التركيز على سنيو يعني شايفين أن سنيو هو التركيز الرئيسي حق فوكسل جيمينج، عفوا حق ماي ريفنج كي ال. سنيو يعني يضيف عامل كبير حق فريقه هالتو بيكس هذه، لكن في رايز بيك من ماي ريفنج كي ال، اعتقد انه هذا راح يكون رايز توب، وراح يكون ماي ريفنج كي ال يعني رايز بيك مهم جدا للليت جيم. البانز على فيورا كارثوس وسيفر. فيورا بالنسبة لفيورا البان تبع فيورا مركز على تيم فوكسل جيم، لأنه عنده في مباراة من المباريات لعب فيه فيورا وفاز بسكور 16-2 على ما أظن، اللي هو KX8 هو لاعب توب لين لفوكسل جيم، وراح يكون يعني شالوا منه فيورا عشان ما ياخذه. جراجس بيك من ماي ريفنج كي ال شفناه كجنجلر يعني كريستال انسايد، مرتاح جدا مع جراجس ويسوي كثير من البلايز مع جراجس. فين بيك حق اسمارو كريستال مع الرايز، معناته هذا يقول لي ان الجيم راح يتركز على الليت جيم. تريستانا يعني ناخذ من الفوكسل جيم، تريستانا ايضا الليت جيم يعني وحش بالتيم فايت لانها عندها رينج خيالي، توقف من مسافة بعيدة وتطق الاوتو اتاكس مالوتها وتسوي دامج كبير. اسرائيل بيك حق ميميك يعني شفناه كذا مرة في الاسرائيل بيك، جيد وعنده في الرانك سولو ايضا ستاتس جيدة مع ازريل، فهو يعني ازريل مرتاح منه بالنسبة حق فوكسل جيمينج. البوت لين ما زال مفتوح حق ماي ريفنج كي ال، السبورت ما اختاروا للحين، راح نشوف شنو اخر بكين حق ماي ريفنج كي ال اللي هو راح يشكل الفريق ككل. قال ماي ريفنج كي ال يفكر نشوف فارس لوك ان على طول بالميدلين، راح تكون مباراة بالميدلين، مبارزة ما بين فارس وإسرائيل. الالستار من ماي ريفنج كي ال معناته انه راح نشوف نفس الاجرسيفنس الوحشية من فيرس. التفكير الهجومي لفيرس كان دائما متواجد في المباريات اللي طافت، كان دائما يستخدم السبيد بوست مع الفلاش والبولفرايز عشان يسوي يخلق تيم فايت ويسوي انجيج حق فريقه، لانه حاليا يعني هو اللي يكون موجود حق الانجيج او البودي سلام مع الاكسبلوسيف كاسك من جراجس هو اللي راح يكون الانجيج. طالع في فريق فوكسل جيم يعني لحين ما قرر التوب لين، لكن الانجيج مبين بسيط من سجواني. سجواني راح تستخدم الالتي، الاولاف يصير عليه لوك ان، الاولاف بيك يعني اعتقد الاولاف بيك جيد جدا هنا، لان فريق ماي ريفنج كي ال عنده الالستار هيد بوت بولفرايز، عند السنير من الالتي مال فارس الكوندمن
من فين، الاكسبلوسيف كاسك من جراجس، والسنير من رايز. لكن لما يكون عندك انت اولاف بضغطه زر يطق الالتي ويمشي بين كل اعضاء الفريق بدون ما يمسك فيه ولا سي سي، ويوصل حق الباك لاين، وممكن انه هو يعني يسوي فوكس على فين باستخدام الترو دامج والاوتو اتاكس، يعني راح يسبب مشكله لانه ما عندهم طريقه يوقفونه الا بالاكزوست. يعني هذا راح يسبب مشكله حق فريق ماي ريفنج في التيم فايت. ماي ريفنج راح يركز على الليت جيم، كون انه هو عنده اختيار، اولا عنده رايز وفين مع بعض في نفس الفريق، هذا تركيز في الليت جيم. الشغله الثانيه انه هو يعني عنده ايدي كاري ثانوي اللي هو فارس، راح يكون ايضا متواجد، فبالليت جيم اثنين ايدي كاريز راح يسببون يعني دامج كبير حق ماي ريفنج، حق فوكسل عفوا. وفوكسل عنده يعني تانك واحد ممكن يستلم الدمج كله، لكن يعتمد البيلد مال البيلد مال اولاف هو اللي راح يحدد هل راح يروح فول دامج ولا شويه تانكينس. انا شايف الفول دامج قبل من اولاف، يعني لما يروح فول دامج مع لايف ستيل استخدام الدبليو مالته والالتي، يعني يكون بيرجع كميه من اللايف ستيل خياليه بالنسبه حق اولاف، وما تقدر توقفه الا اذا كان عندك اجنايت عشان توقف الهيلينج اللي يستلمه. لكن ما نعرف، نشوف يعني نشوف البيلد يعتمد على شنو. الثرش ايضا راح يكون عنده تانكينس، لكن طبيعة الحال فين وفاروس اثنيناتهم يستخدمون يعني فين عندها اولا ترو دامج وبيست اون برسنتج هيلث، يعني نسبة من الطاقة راح تروح كدامج بالدبليو مالتها، وايضا فاروس عنده نفس الباسيف في سكيل مختلف اللي هو الباسيف ماله الستاكس، لما يسوي بروك حق الستاكس مالته يسوي ايضا دامج برسنتج على الشخصية. طيب نحاول نشوف مون هل هو موجود معانا او لا. يعني انا اعرف انه المشجعين والفانز مفتقدين مون اليوم، خصوصا ان اليوم هي يعني هو اليوم النهائي والفاينلز في مون. ان شاء الله راح يكون معانا. طبعا بالنسبه للهايلايتس للبطوله راح تكون عند يوتيوب شانل، يعني راح يكون من Q8 Gamers، وراح احط اللينك بالشات مع عندكم. هذا الشانل راح يكون هو اللي راح يسوي هايلايتس حق البطوله، و اوريدي يعني عنده فيديو فيه بعض الهايلايتس، وفي ان شاء الله فيديو جزء اجزاء ثانيه، وراح يكون في توب 5 فيلز وتوب 5 بلايز وهكذا. مون خبرني انه قال لي راح يرجع، واول ما يرجع راح يخبرني، فيعني ان شاء الله ما يطول ويرجع لكم معلقكم المفضل. في بوز راح يجي عن قريب. نعم يعني مو مذكور السبب مال البوز، لكن احتمال يكون اشكاليه في الدي سي او الكونكشن. مثل ما تعرفين يعني
اللاعبين فوكسل جيم وماي ريفنج كي ال اليوم المباريات كانت ورا بعض، فيعني ساعات من الصعب انه يصير يكون كونسيستنسي او يعني يعتمد على الانترنت كونكشن انه يظل مده شغال معاك بدون ما يفصل او تصير مشكله او شيء. يعني هذه المشاكل دارجه بين الكافيهات وبين الانترنت كونكشن بروفايدرز، شركات الانترنت. ف يعني لحسن الحظ ان احنا عندنا البوز فيتشر اللي تساعدنا ان احنا ننتظر نص ساعه قبل بدايه اي مباراه عشان نعطي مجال حق هذه الغلط المشاكل اللي تصير. اوكي، الان انا اتصل في مون، ان شاء الله راح يكون معانا عن قريب اول ما جاوب. الو يو علي، اهلا وسهلا. يو تسمع فيا؟ اي اسمعك. هل في ديلي؟ شنو احوالك لبس؟ علي اي معك. فما ديلي ممكن بزوز ثواني. هم نعتذر للفيورز، ما كنتش حاضر بالمره اليوم من قبل المغرب وقتنا بطبيعه الحال على الجيمز اللي من قبل الفاينلز. عندي اشكال الانترنت كونكشن تاعي داون منذ البارح، قلت لكم انا واعتذرت. ما لقيتش وين نقعد معناها اللابتوب نتاعي باش نكستي الجيمز اللي باش يتعدوا اليوم، بحكم اني I couldn't connect to internet من منزلي. يعني ما لقيت وين نكونكتي الانترنت كان حاليا، واللاين كواليتي رديئة. يعني فما ديلي موجود ما بين الصوت لما اتحدث واللي يستقبلوا علي على الكمبيوتر نتاعو. يعني هذاك عليه ممكن البلاي باي بلاي كومنتري اللي باش نقوم به يكون ممكن ماهوش على نفس التوقيت نتاع الاكشن. يعني حاب نعتذر من تو. بالنسبه للبلاي باي بلاي يعني لا تخاف، انا راح احاول اشوف يعني ابطئ الستريم عندي عشان يتوافق مع سرعه الديلي اللي عندنا، فان شاء الله اضبط لك اياها. علي اذا كنت تعمل زو ثواني ولا ثلاث ثواني قبل اللايف، يعني وانا نبقى في اللايف، ممكن في الحاله هذه الكومنتري والستريم عند الفيورز اوفرلاب. ممكن صحيح هذه الفكره اللي راح تصير. هل اطلعت على البراكتس والنتائج اليوم؟ لا انا تو برك كونكت ما اعطيني صح واحد هذا السكاجيول. ولما حاولت اطلب الاي بي قالوا لي لازم تستنى 72 ساعة باش يصير الاعلان عن الخطا اللي صاير في اللاين في الانترنت كونكشن. طيب احنا بدأنا في الجيم، يعني التايمر انا عندي بطأته لمده 3 ثواني وقاعد يمشي 21 22 23 24 25. هل احنا في تزامن ام لايف؟ ممكن انا عندي توا 35 36 37. طيب ممتاز، اذا احنا في تزامن. والهوك من عند الثراش على فيرس يحاول في الدقائق الاولى انه يهرب من الفيرست بلاد اللي ممكن ياخذوه التيم فا. وفيرس موني اللي تخلص من الوضعيه الحرجه اللي كان فيها بعد استعمال الفلاش كاخر وسيله للنجاة. يعني فاينل هوني بمستوى عالي ننتظروا فيها عند الفريقين اللي هنا اللي وصلوا لاخر السباق نتاع الجاتريكت ليج بطبيعه الحال. ومن الدقيقه الاولى نتاع وقت اللعب شفنا الاجريسيفيتي من عند الريد سايد، وهوني ممكن حاولوا يلقاو البيك اب والفيرست بلاد على فيرس
يحاول ممكن انه يحط الوارد ويقوم بحراسه مره ينلعب ما بين الخصمين هذول ماي ريفنج ضد فوكسل جيمنج، انلعب قبل مره وكان الفائز فيه فوكسل جيمنج، ومن بعدها ماي ريفنج يعني خاض مباريات صعبه في اللوزرز براكت عشان يرجع لهذا المكان وينافس مره اخرى. هني ثرش ممكن يلاقي نفسه بمكان غلط. بالضبط، يعني المفيد انه أليستر لوني ما عطاش الفيرست بلاد، وعندنا لهنا كريستال اللي يحاول انه ياخذ كيل على الناموس والهيل من عند اجنوم الاجنايت تكون موجوده. أليستر ممكن اللي يحاول ينقذ الكاري نتاعو اللي مشى في سولو اكشن ضد اثنين من الانميز نتاعو، تريستانا اللي كانت موجوده بالروكت جامب، وعندنا ممكن الجانك من عند سيد جواني كريستال انسايد اللي متواجد في اللين يحاول بطبيعه الحال انه يدافع على التيم ميتس نتاعو لهنا ما الديسكونكشن عند كريستال من سايد، يعني حابين نشوفوا في انترنت ما هي رحمه حتى واحد لم اللاعبين لم الكاسترز. نعم ظاهر عندهم مشكله، انا شايف انه يقولون ان الجنجل صار له دي سي، فان شاء الله يرد بسرعه. عندنا الفوكسل جيمنج يعني ما خسر ولا مباراة، فبطبيعة الحال يخوض الفاينل ببست اوف ثري بادفانتج مباراة واحدة، معناته ان اذا ماي ريفنج خسر هذه المباراة يتوج فوكسل جيمنج بالشامبيون، لكن اذا ماي ريفنج قدر انه يفوز هذه المباراة يحاول مرة اخرى يلعبون الجيم الفصل الذي يفصل ما بين السكورز وياخذ الفائز من الجيم الثاني الشامبيون. شفنا ماي ريفنج في المباراه اللي طافت ضد ذا نورث ريممبرز استغل الايرلي جيم ويكنس، نقطه ضعف الايرلي جيم اللي كانت عند ذا نورث ريممبرز، وقدر انه يفوز على ذا نورث ريممبرز عن طريقها. لكن شنو تعتقد هون شنو الاستراتيجيه اللي ممكن يستخدمها عشان يفوز على فوكسل باعتبار انه هو خسر مره ضده؟ يعني الغلطه الاكيده اللي صارت في الجيم بين الماي ريفنج والفوكس جيمنج هو في البيكس في الدرافت فيز في الدرافتنج فيز، يعني كنا نشوفه في ازريل من عند دريمرز اللي كان عنده امباكت في اللين، لكن الامباكت نتاعو ما كانش موجود ولا يحتسب في التيم فايتس بحكم انه كان كل الوقت يحاول انه يهرب من الاجريشن نتاع الانميز نتاعو. البوتوم لين هوني عندنا أليستر بالهيد بوت اللي يجيب ناموس تحت التاور، وممكن لهنا اوتو هيتس ولا اثنين على ناموس كان تعطي الفيرست بلاد لكريستال. ويعني الحاجه الثانيه شفنا الماتش اب نتاع نسيت الماتش اب اللي صار في التوب لين، المفيد كان ماشي الادفانتج نتاع الفوكسل جيمنج، لكن هوني نشوف في سينيو اللي بدل رايو كان بجنار نار اللي كان عامل 0-7 في التوب لين، اليوم نشوفوا سينيو اللي يلعب في رايز اللي صحيح ماجيكال دامج وماجيك اساسن واللي تحب عليه، باقي بالرايز يتلعب في التوب لين كبروزر صعب انك تربحه في اللين بحكم انه يسبام سبيلز نتاعو، صعيب انك تلقى تشامبيون يقدر انه يتريدي مع رايز بالدمج نتاعو يسكيلي على الهيتش بي والمانا ولو كول داون، يعني وضد اولاف لهنا الاكس اي كي اكس 8 اولاف اللي ما عاد عنده الامباكت اللي كان عنده في سيزون 2 وسيزون 3، باقي يقعد انريلايبل في التيم فايت، يعني الامكانيات الوحيده اللي عنده هي راجناروك اللي يتمكنوا انه يتخلص من الكراود كنترول مؤقتا، ودمج نتاعو ما هو بالمهم في اخر الميد جيم والليت جيم، وهي بالحاجه الواضحه. من ناحية أخرى نشوفوا سيد جواني مرة أخرى ما عند الفوكسل جيمنج، ونشوفوا في كريستال انسايد هوني اللي يخدمنا جراجاس نتذكره في الجيم الاولانيه نتاع الفوكسل جيمنج و ماي ريفنج، ما كانش فما جراجاس في الجنجل، كان فما جنجلر اخر نسيت شكون، اما كانش بالفاعليه هذيك الكل، تذكر شكون كان الجنجلر نتاعهم؟ حتى نسيت انا. يعني فوكسل عفوا ماي ريفنج كي ال عاده ياخذ اما في الجنجل اما ياخذ جراجاس،
او كان ياخذ ما بين هيكرم او يعني مشابه لكن ماني مدري. هوني في التوب لين من عند ثاني وفيرست بلاد يمشي الرايز، كان سهل بالمره على رايز انه يتمكن من الفلات، حتى من جراجاس في الجانك بتاعه ما حتى سبورت للرايز هنا في الاكشن اللي خذ بيها الفيرست بلاد. وعندنا لهنا دربوس اللي عنده الفيجن على كريستال انسايد، عندنا تشارج اللي هوني كريستال انسايد اللي قاعد يخسر في الهيتش بي الريد بوف موجود عند دربوس اللي هوني، لكن المشكله فيه مش انه يتمكن من الكيل على جراجاس. ثانيا عنده سرفايفابيلتي عاليه. خبروني المشاهدين انه كان الجنجل بيك اخر مره كان جاكس. اي جاكس بالضبط، يعني جاكس ولا جاكس الفاعليه نتاعه كجنجلر مش كيف الفاعليه نتاع سيجواني ومتاع جراجاس، وخاصه الفاعليه نتاع جراجاس. يعني جراجاس ما يستحقش الكيلز كيف ما جاكس، جاكس لازم يتفيدا، لازم ياخذ الكيلز، لازم يفارمي، لازم ياخذ ايتم. هو قنبله موقوته صح، اما قنبله موقوته بحكم انه لهنا الكيل اللي يمشي الفين في البطن يعني على فريش على اجنوم الهوني اللي ممكن يحاول يلقى البيك اب على فين كريستال اللي يحاول انه يعيش، والمينيونز يقوموا بالعمل مع كريستال اللي يتمكن من انه ياخذ ادفانتج كريستال الهوني اللي بالتشارج نتاعه دغبوس يتمكن من انه ياخذ عليه الكيل كتريد كيل. تو كيلز يمشي لصالح فين وكيل واحد في صالح سجواني. ولهنا نشوفوا في التوب لين عنا سينيو اللي يعمل انيشيشن على اكس هيت، اكس هيت لهنا اللي استعمل راجناروك، لكن تو ليت سينيو يتمكن من انه يتحصل على الكيل الرابع نتاع الجيم هذي للادفانتج نتاع الماي ريفنج. شوف الدمج يعني اللي سواه رايز، مع انه فقط عنده يعني ما عنده الا دورانز رينج تير وسافاير كريستال، لكن الدمج اللي سواه يعني خلى اولاف يروح من 100% اتش بي لغايه 30% في كومبو واحد فقط. يعني بعد الريورك نتاع الكيت نتاع رايز، رايز هو كان قوي، كان قوي بالمره، كان فايبل كبيره. كيف صار الكيت الموديفيكيشن نتاع كيت نتاع رايز، يعني كان بالاساس انه يصير بالانس للرايز، انه يكون متوازن مع تشامبيون بولز اللي موجوده في ليج اوف ليجندز. لكن السوء الحظ نتاع رايز جيمز، رايز لقى روحه بادفانتج اكبر من اللي كان عنده من قبل الريورك، ويعني هذا يجعل رايز من اخطر التوب لينرز حاليا. يعني صحيح ما عادش سهل، مش سهل كيف ما في الباتش نوتس اللي من قبل الريورك انك تلعب رايز، بحكم انك عندك السايكل مجبور انك تتبعه باش تنجم تخرج الدمج اوتبوت اللي لازمك باش تربح تريدز في اللين. لكن رايز هوني في باقي اذا كان يتبع السايكل هذاك ينجم يعطي دمج مهول ويخوف مرة. يعني نشوف في اولاف يعني اللي هو في البوتم لين الهوك من عند ناموس على فيرس اللي متواجد بطبيعه الحال باش يعمل كفر على كريستال، واجنوم اللي ياكل دمج اكثر من كريستال في التريد هذا. يعني كانت مفاجاه غير ساره للبوتم لين نتاع الفوكسل جيمنج. انا كنت اتكلم يعني عن في جيج هني بوتلين. سامحني ما سمعتكش، عندي فريز. كيل من عند جراجاس على ثريش بعد الجانك، افضل لاجز صاروا لي في اللحظه هذه، ما ريتش شنو اللي حصل في الماب. ويعني خلينا نركزوا شويه على الستاتس نتاع الجيم. شنو رايك في اللي قاعد يصير في الجيم حتى اللحظه هذه؟ 5-1 للماي ريفنج ضد الفوكسل، 14000 جول للماي ريفنج، 12000 للفوكسلز. علي شنو رايك في اللي قاعد يصير في الايرلي جيم بحكم ان على ابواب الميد جيم؟ اللي قاعد يصير خطر على فوكسل جيمنج، لان مثل ما قلت انا البيكس اللي كانت مختاره ما بين ماي ريفنج كي ال كان تركيزها على الليت جيم، مثل ما نشوف عندنا رايز الليت جيم مونستر، وعندنا فين ايضا اللي هو يعتبر هايبر كاري الليت جيم، فوق ذلك عنده فاروس في الميد، معناته انه الليت جيم ايضا راح يكون عنده اثنين اي دي كاري في الليت جيم. ف يعني هذا خطر على فوكسل انه الليت جيم كاريز من الان
قاعدين يتفيدون، قاعدين ياخذون كلات وياخذون ادفانتج باللين ما المفروض ياخذونه. قوة الرايت كليكس يعني هي ممكن اللي تكون العنصر اللي بطبيعة الحال يكون الديسايدنج فاكتور نتاع الجيم هذه. ما نساوش اللي دريمرز فارس مش يمشي البيت كلاسيك الاي دي كاري باش يركز على الارمر بنتريشن، بطبيعة الحال هذه الحاجة اللي تخلي البيرسينج ارو نتاعو تقوم بدمج مهول في التيم فايتس. بطبيعة الحال اذا كان يخلط يستعملها على اكثر من 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 لاعب في البوت لاين كومبو بالفرفراز والهيد بوت من عند اليستر الدمج يروح من عند كريستال والتي بي الهوني من عند رايز اللي ممكن باش يحط الرول على اساس انه يلوكي تريستانا. تريستانا من بعد الجم والفلاش على رايز هنا اللي فلاشي هو وفيرس ويتخلصوا لهنا من تريستانا من ورا التاور يخسروا فيها فين و زوز فلاشات. بطبيعة الحال تريستانا تخسر فلاش من ناحيتها و تريد التو كيلز فور وان. اولاف لهنا اللي يلقى النطاق بطبيعة الحال والسبيس باش انه يحاول يبوشي اللين يتحصل على الكريبسكور اللي ما كانش يقدر انه يتحصل عليهم. ورايس متواجد في اللين يعني رايس في الكريبسكور في وقت اللي اولاف 68 خلط على الاوبوننت نتاعو في اللين. بعد بطبيعة الحال انه ولهنا عندنا دريمرز اللي يعطي الكيل ميمك بعد الدايف من عند دغبوس وميمك. ميمك ياخذ اللاجرو نتاع التاور وبطبيعه الحال الميستيك شوت لهنا تتخلص من فارس والكول الهوني بطريقه اوتوماتيكيه ممكن نقول على دراجون. الفيجن المتواجده من عند ماي ريفنج بطبيعه الحال تحاول تعمل كونسيشن على دراجون لكن ماهيش بالسهل حكم اني وحده وسمايت من عند سيجواني ويمشي دريك الاولاني للفوكسل جيمنج. يعني اول بدايه والفايت مش الادفانتج اول بدايه نشوفها حق فوكسل بالرجوع للمباراه. شفنا الكل هذا اللي راح حق ازرائيل في المد هو اللي راح يساعد فوكسل انه يبدا عجله الاسترجاع الليد في المباراه الادفانتج. ويعني راح يحتاج هذا العجله ان هي تتحرك عشان يصير سنوبول يعني خصوصا حق ميمك اللي هو يلعب اسرائيل في المدلين. شفنا الاي بي ازرائيل مع الريد سمايت حاليا يعني يسوي دامج بيرست كبير جدا. ويعني كنت اقول انا في البيكس اثناء البيكس تشامب بيكس انه لو طلع السي سي اللي عند ماي ريفنج عندك سنير من رايز نوك باك من جراجس عندك سنير من فارس كوندمن من فين والنوك اب والهدبوت من الستار سي سي كبير جدا. فانا اشوف الاولاف بيك ممتاز ضد هذا الفريق لانه بضغطه زر واحد يستخدم الالتي ويمشي بين الفريق كله ويوصل حق فين او حق الباك لاين ان نحتاج. وماكو ولا سي سي من اللي عندهم ممكن انه يوقف. يعني هو الاشكال يبقى الاشكال عليه انه لهنا عندنا الانشيشن في البوت لين والفايت تقوم عندنا الالتيميت تخرج من عند سجواني والاكسبلوزيف كاست من عند جراجس البودي سلام يكون بالمره على شعر انه يوقف اولاف لكن اولاف يتمكن من انه يتخلص من الانميز نتاعو باماونت قليل نتاع هيت بوينتس. كريستال انسايد وفيرس اللي باش يحاولوا يقوموا بالديفنس نتاع التاور نتاعهم ونشوفوا بطبيعه الحال في الريتم اللي ممكن تكون بطيئه في اخذ التاور. من ناحيه اخرى رايز الهوني اللي يتمكن من انه يقوم بالبوش على التوب لين يعني بعد الروتيشن اللي صارت من عند اولاف فري لين للرايز بطبيعه الحال يتمكن من اخذ التاور. كل التاور يظهر لي تريد ماهوش سيء بالمره وكيف ما كنت تقول لي علي الاشكال الوحيد للفوكسل جيمنج انهم يواجهوا في تيم اللي سكيلينج نتاعها اقوى بكثير في الليد جيم من انه يكون في الايرلي جيم والميد جيم. يعني باش نكون واقعيين الدمج نتاع فين مهول في الليد جيم بالسيلفر بولتس نتاعها بالاتاك سبيد والكريتيكال ريت نتاعها فيروس بالاتاك سبيد والدمج اللي باش يلقوا اذا كان نستعملوهم ان سينك مع الباسيف نتاعو اللي تعطي حتى 40% اتاك سبيد يعني
ماهوش فليد بالمره، ما نسيوش رايز اللي بالدمج نتاعو يسكيلي على الماكس مانا اللي عنده، وهذه حاجه اللي تعطي اكثر دمج بطبيعه الحال سرفايفيبيليتي على خاطر مانا ايتمز. ما صار شيء في الميد، ممكن كان باش يصير اكشن لكن ما صارتش. كان في هدبت من الستار على ازرائيل، لكن ازرائيل بسرعه تغير مكانه باستخدام الاسنس فلوكس وطلع منها. وكيف ما قلت لك علي، وكيف ما قلت لكم اصدقائي الفيورز، يعني والفلاش من عند ناموس، ممكن نشوفوا الهوك الشانز اوف كوربشن على ناموس، ما يخش الاكل نتاع الثور عمل الاكسبوزر كاست كي تمر بجنب التاور، كانت ينقصها ممكن طرف اكورسي ممكن على الاكسبلوزيف كاسك، وعندنا الهوني الماي ريفنج اللي يخليه التاور الهوني للسكواد الحمراء نتاع الفوكس جيمنج. من ناحيه اخرى عندنا فين في تريد هي وفيرس تحت التاور نتاع البوتني، وشوف الدامج نتاع كريستال على اجنوم اللي يحاول يتخلص من الوضع، فيرس اللي يقوم بالتانكينج نتاع التاور من غير ادنى من حتى ادنى مشكل، والكيل يمشي للفين. اكسلنت تريد لهنا، نتصور الفيجن لهنا تكسب من عند الماي ريفنج، ولهنا الفلاش الهيد باث والبلفرايز الكي جي اللي تخرج على ناموس يموت بالتاور، والكيل لهنا اللي يمشي الاولف على فين. فيرسي ممكن يحاول يمنع ويتخلص من الوضع هذا، رايز يكون موجود يهز الفيرست كيل، ممكن لهنا نشوفوا السكند كيل. التاور لهنا ما كانش قريبه كفايه من اكس هايد، بيرسون انسايد لهنا ممكن يكون بالفرق البادي سلام لوني، ورايز يموت بالبتور شوت باراج. مازلت دريمر سمباي لوني كان ممكن يتمكن من الكيل، لكن كريستال انسايد يلوك الكيل للفريق نتاعو. البادي سلام عند كريستال انسايد اللي يتجنب السلو بطبيعه الحال نتاع الاكس نتاع اولاف، والهوني تريد كان بالكارثي نتصور على الفوكسل جيمنج اللي ممكن يخسر فيها التاور. لا ما يخسرش فيها التاور، يصير الكيل هوني على فين، يصير الكيل على رايز. من ناحيه اخرى نشوفوا الكيل على ثراش وتريستانا وازريل، يعني 3 فور 2 باقي تريد يمشي للصالح البلو تيم. شنو هي رايك في الفايت اللي تعديت عليه؟ هذه ثاني مره نشوف فيها شوف فيها اولاف يدخل بين الكل السي سي وياخذ فين ككل، ما هم قادرين يتعاملون معه. سامحني؟ كنت اقول انه هذه ثاني مره نشوف فيها اولاف يستخدم الالتي ويدخل على فين، وما في طريقه انك انت توقف اولاف من ان ياخذ الكل على فين باستخدام الترو دامج والدامج اللي عنده. بالضبط، ويعني الاشكال هون هي انه راجناروك تمكن اولاف من انه يتجنب الكراود كنترول افكتس، الكنترول افكتس هو مره ثانيه. وعندنا لهنا سلو على دريمر سمباي لهنا اللي يتمكن من انه يفلاش للرابتور كامب، ما عندوش الشينز اوف كوربشن، الوارد كان متواجد لهنا باش يعطي فيجن على البوزيشننج، ودريمر سمباي يقوم باش يناب الاركن شوت بطبيعه الحال من عند ميمك التروشوت بارج لهنا دريمر سمباي، ولهنا يتمكن من انه يقوم بالشنز اوف كوربشن وميمك لهنا اللي يعطي كيل للرايز، وعندنا الالتي من عند سيجواني ما يتمكنش من ان تضع الدمج اللازم على دريمر سمباي اللي ممكن لازم يقوم بركعتي شكر بعد تخلص الوضع الحرج. ونشوفوا لهنا في البوش من عند الماي ريفنج اللي مستعدين انهم ياخذوا الريفنج جيم نتاعهم ضد الفوكسل جيمنج بدرافت اللي انا اتصور عنده فعاليه اكبر من فعاليه الفوكسل جيمنج. نشوف في اجريسيف بلايز من عند الماي ريفنج وبطبيعه الحال لعب سيف وممكن تاني اكثر في الجيم من عند الماي ريفنج مقارنه بالجيم الاولى اللي لعبوها ضد الفوكسل جيمنج. نشوف السامونر سبيل كلنز على فارس انقذته في المباراه الفايت اللي طاف، لانه طلع من السجواني التي على طول باستخدام السامونر سبيل، وهذا راح يفيده لان السجواني الالتي مالها صعب تجنبه، لان اذا استخدمت الالتي على الشخصيه راح يكون ستاند، واذا استخدمت الالتي على شخصيه مقاربه جدا من الشخصيه الثانيه هم الشخصيتين راح يكونون ستاند، فلازم وجود الكلينز اتوقع يعني وجوده جيد في عند فارس. ويعني اتوقع اذا كانت فين ابي ان تكون يكون لها تاثير بالتيم فايت بدون ما تنمسح بسرعه، لازم يكون عندها اما كويك سيلفر ساش من فين
او ميكايل سكروسبل من الستار عشان يطلعها من السي سي. بالضبط. وأليستر نتصور باش مشي ميكايل كروسيبل، معناها ممكن من اهم الايتمز اللي لازم يشتريهم أليستر في الجيم هذه. لكن ما ننساوش اللي فاما جراجاسي موجود بالاكسبلوزيف كاسك والبادي سلام، عندنا الاركن بريزن نتاع رايز اللي ممكن توقف، تقدر توقف اولاف في حالة انه استعمل الراجنر نتاعو وانت الافكت نتاعها والتأثير نتاعها على اولاف. ومن ناحية اخرى الهيد بوت، وعندنا البلفرايز من عند فيرس اليستر اللي نتصورها كافية اذا كان انيشيشن تصير من عند الشانس اوف كوربشن نتاع فيروس. يعني الكراود كنترول افكت في الاوفنسيف والديفنسيف موجودين من عند الماريفنج، ونتصور البيكس نتاعهم يعني الدرافت نتاعهم خرق للعادة. معناها it's really interesting. معناها التوركيت اللي عندهم والبيبان اللي ممكن تنفتح بالبيكس هذوما خارقين للعاده. وهذا ما يعنيش انهم الفوكسل جيمنج عملوا درافت خايب، لكن انا نشوف اللي درافت نتاع الماي ريفنج احسن من الدرافت نتاع الفوكسل جيمنج، بحكم انهم يعملوا اكثر على الليد جيم من الميد جيم والارلي جيم، ولحد الان ينتصروا في الارلي جيم والميد جيم الماي ريفنج. صحيح. يعني شو رايك في صحيح. انا يعني انا شفت شفت الرايس بيك على ماي ريفنج كي ال، عرفت انه في مجال للليت جيم تشامبيونز، والبيك مالفين اكدت لي هذا الشيء. لكن يعني اذا انت كنت في مكان بوكسل وشفت رايز وفين يختارونهم الفريق اللي ضدك، شنو الشامبيونز اللي انت ممكن تنقيها احسن من الدرافت بيك اللي كان عند فوكسل جيمنج؟ رايز على الاساس الشامبيون كيف ايريدي انا اتصور، اللي يعول على الماجيك ريزيست و 35% اقل كراود كنترول افكت ديوريشن. يعني هذا يرد الاركن بريزن نتاع رايز، يقللها في الفاعليه نتاعها. كنا نجم نشوف فلاديمير اللي هو اتس ان اكسلنت بيك اب ضد رايز بحكم عنده اكثر سرفايفابيلتي وسستين في اللين. كنا نجم زاد نشوفوا رامبل يربح الرانج على رايز، وممكن الهوك على بيكس اللي ممكن ولينا الهوك على فين كريستال اللي يستعمل الالتيميت نتاعو ويستعمل الكلينز يتخلص من وضع صعب جدا. وعندنا لهنا تريستانا والفوكس على فين واضح، وما عندنا ما نقولوا فيه بطبيعه الحال الفايت لهنا تقف من غير ما يصير حتى كيل من الفريقين. ذكرني اكثر في الريفلكسز والرياكشنز نتاع لاعبين كوريا، يعني فايت ما يصير فيهم حتى كيل. عندنا لهنا البوش اللي مازال صاير، الادفانتج واضح وكان ماشي للماي ريفنج. البول اوف اللي صار من عند في تلبورت هاي مع الهوم جارد اعتقد، نشوفوا الوني من عند اولاف ما عندوش الهوم جارد، ما عندوش راجناروك، يعني بشقة ضحيه للكنترول والفلاش عند ناموس اللي يتمكن من انه يهرب من بيرسينج ارو سانيو الهوني اللي يتخلص من بينك وورد. والفايت تقف عند حدا في اللحظه هذه ماي ريفنج اللي بشي حاله انهم يقوموا بالبوش ويتخلصوا من التاور نتاع الميدلاين. تيليبورت كان غايته انه يحمي الميدلين، لانه ظاهر انهم يبون يعني مقدرين، لكن ما راح يفيد والميدلين راح يقع. بالنسبه للفايت يعني كان الهوك ممتاز من ثريش، لكن كانت موجود الكويك سيلفر ساش على فين، يعني شفناها ان هي تكمل الايتم هذا بسرعه، وهذا كان الايتم الصحيح ان هي تخلصه، لان وجود ثرش مع سجواني في فريق واحد يجب يكون له علاج بالكويك سيلفر ساش. كانت الـ 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 يعني الـ الـ الفايت انتهت من بعد ما فين استخدمت الكويك سيلفر ساش. باقي التيم فايت كان يعني اطراف من الضربات تتبادل ما بين الفريقين، لكن شفنا اولاف مثل ما انا قلت يستخدم الراجناروك، يدخل يسوي اللي يبيه بما يشاء وبعدين يطلع ولا حتى يموت من دخلته ما بين خمسة تشامبيونز. وهذا راح يعني كل ما تأخرنا بالليت كل ما راح نشوف انه راح يسبب اشكالية اكبر. بالضبط. لان اولاف هو اللي كان عنده الامباكت الاولي على فين،
البليم ممكن اللي نوجهه لبقية الفريق نتاع فوكسل جيمنج عن خلال أولاف وثريش هي الرياكشن تاع التايم السلو من عند سيد جواني اللي كانت ممكن تعمل كونكشن بالألتيميت نتاعها وممكن كانت تحسم الأمر وتعطي تيم فايت للفريق نتاعها في وقت حساس بالمرة 25 دقيقة بإمكانهم أنهم يحطوا يديهم على دريك الثاني اللي ما كانهم ال 15% بونس دامج على التاورز وستراكتورز ممكن هذا يخليهم يخلقوا أكثر بريشر على الماي ريفنج ولهوني نشوفوا في الدراجون دانس اللي يتصير في اللحظة الحالية ما بين بين الفريقين لأن مع فما الفيجن من عند الماي ريفنج بيعت الحال بالريفت سكاتلر ما فماش فيجن على داغبوز داغبوز الهوني اللي عنده الالتيميت تاعو ينجم يستعملها في أي لحظة انيشيشن الهوني على دريجن من عند الماي ريفنج ولهنا نستناو في الرياكشن بطبيعة الحال من عند أليستر راك موجود من أولا بمرة واحدة بطبيعة الحال ما عادش يكون موجود ولا نشز الكوربشن على خمسة لاعبين وشوفوا زاد فليك موز الكاسك والدمج ولا كارثة عظمى على سكواد نتاع الفوكس جيمنج الفانتج نتاع الماي ريفنج اللي بشكل عام تخلصوا من التاور نتاع المينين. نعم كان فايت يعني كارثي حق فوكسل جيمنج ممكن انه الحين يخسر البارن من بعد الفايت يعني كان حاول انه ينافس على الدراجون لكن ما كان بالبوزيشن المطلوب انه ينافس شفنا اولاف ينمسك مكان بعيد من واو نعم ازرائيل يعني سامحني نعم ازرائيل ياخذ كلين من ماي ريفنج كي ال عشان يمنع البارن باف منهم لكن البارن باف بالنهايه يروح حق ماي ريفنج كي ال اولاف كان مكانه بعيد في بدايه التيم فايت واستخدم رايز الرون بروزن عليه اجبر اولاف انه يستخدم الراجناروك مالته عشان يتقدم على الباك لاين لكن يعني اخذ وقت عشان يتقدم على ما وصل للباك لاين كانت فين بعيده عن الخطر فاضطر انه يرجع وما توفق في الخروج يعني بصراحه اعتذر بالرسمي اعتذر اذا كان نظهر نقص عليك في كلامك راهو مديلي معناها في لحظات تظهر كانك توقفت على الكلام وهذاك علينا نحاول نتدخل حبيت نقول لك اللي فايت اللي صارت في دراجون انتهت بالهيد بات بلوتو تخسر عند الفوكس جيمنج بالهيد بات نتاع اليستر على سيد جواني سيد جواني ما عادش كانت في رانج يمكنها من انها تحط السمايت على دراجون وعنا اليستر لان فيرس اللي يحاول يدخل بالكومبو نتاع الهيد بوت والبولفرايز والتي ما يتحل من عند هي اكس هيت لوني اللي يمشي ضحيه للفيروس ونشوف الدمج العظيم والوحش من عند فين والبوش اللي يصير على التاور بطبيعه الحال على السكند تاور نتاع الميد لين نشوف في دمج كثير يخرج 15% دمج بونس دمج بالتاورز انستراكتور مع البارن باف والفيد بطبيعه الحال اللي صاير عندنا الهوك من عند تريش لهنا والهيد باف والبولفرايز على ناموس يستعمل البوكس نتاعو كريستال ياخذ الاندرو نتاع التاور يحاول يتخلص من التاور اللي بطبيعه الحال تنقص له في الارمور ريت نتاعو بطبيعه الحال سينيو لهنا اللي مازال متواجد تحت التاور ما عادش فما كريبس بطبيعه الحال ميمك لهنا متواجد ينجم يهز بالهوك بطريقه سهله والهوكش على سمباي ولا دريمر سمباي يفكر من الكيل الاول الكيل الثاني على تريستانا ميمك لهنا اللي يستعمل الايم تاعه باش يتخلص بطبيعه الحال من الوضع الحرج اللي كان فيه والتاور نتاع الميد لين تكون بطبيعه الحال تاركت سهله للماي ريفنج اللي يتخلصوا بطريقه اليه على الانهبيتر ويرجعوا للبيز نتاعهم يعني شنو هي ملاحظتك على هذا؟ اولاف يعني دخل عليه الستار واولاف استخدم الراجناروك عشان يسوي تشيس حق الستار ويعني تمكن انه ياخذ نص اتش بي الستار لكن الستار ما هو الفوكس في التيم فايت اذا كان استخدام اولاف حق الالتي دفاعيا فان يعني كان المفروض عليه انه يهرب وان كان الاستخدام هجوميا فان كان المفروض انه يحول الفوكس على فين لكن هو لا هرب ولا حول الفوكس على فين ظل الفوكس على ثرش واخذ دامج يعني
مبالغ فيه من فين، وخسر راجناروك مع حياته وراح وخلى الفريق يلعب 4v5 ضد ماي ريفنج كي ال. سجواني من بعدها ما عندها يعني اي شيء، لانه هو اولاف هو الوحيد اللي ممكن يوصل حق فين بطبيعه السي سي لوك داون اللي عند ماي ريفنج كي ال، معتمدين اعتماد كلي على اولاف انه يوصل للباك لاين. بالضبط، يعني اولاف واحد اولاف ما صعب انه يتمكن انه يوصل للباك لاين بالدمج اللي موجود في الفرونت لاين من عند رايز ومن عند الكنترول اكثر من عند كريستيان سايد واليستر. يعني ما لعب جيم صعب بالمره على الفوكس جيمنج، ودرافت ما كانش في صالحهم بالمره. انا لهنا السكواد نتاع الماي ريفنج اللي يحاولوا في بيئه الحال انهم ياخذوا التاور نتاع البوتم لين، البوك عند ديمر سمبل وعندنا الالتيميت عند دغبوز، لكن السكواد نتاعو بعيده فوق من لازم، وعندنا الدمج ياخذ مع البين والكيل على اولاف يمشي لجراجا ترايز يتمكن انه ياخذ بيك اب على فريش ما يقعدوا. كان اجنوم وميميك لهنا اللي يتمكنوا من انهم يرجعوا البرلمان، لكن الخمسه لاعبين نتاع التيم نتاع الماي ريفنج مازالت حيه، لان جراجاس اللي ممكن يحاول يعطي كيل للفريق نتاعو على ثريش واعطاه الكيل على ثريش بطبيعه الحال. ممكن كان جريدي بالمره وبطبيعه الحال مات في التاور، ولهنا السرندر من عند الفوكس جيمنج والفيرست جيم تكون في صالح الماي ريفنج كايل. ويل بلايد للفريقين. نقول اللي درافت هو اللي يحكم في الجيم هذه مبدئيا، ومن بعد